مرحبا، كيفكن اليوم؟ أعزائي، اليوم بدي أعملكن وصفة كتير طيبة وكتير سهلة وبتستفادوا منها على الغداء والعشاء كمان، وهي صدور الدجاج المقرمشة. هون عندي المكونات. طبعا أول شيء بالمكون الأساسي عنا صدور الدجاج. هون عندي تقريبا 400 غرام صدر دجاج، قطعته بهالطريقة هاي على شكل أصابع. وعندي هون بطاطتين كبار مقطعين على شكل أصابع كمان. وهون عندي للتتبيلة عندي نص كاسة من اللبن الزبادي، ومعلقة كبيرة من الخردل أو أكتر كمان شوي، ومعلقتين من الخل. والبهارات عندي ملح، هاي ملح، وسكر. طبعا السكر انتم ما يعني لا تتعجبوا من موضوع السكر، السكر للدجاج وللمقالي بيعطيها كتير لون حلو وطعمة طيبة، بالإضافة لأنه بيعادل النكهات مع بعضها. فعنا معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من الزعتر الأخضر أو الأوريجانو، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة من بودرة الثوم. وعندنا كمان الهوت صوص او يعني الهريسة، او يعني اي شيء حاد انتو بتحبوه ما بيفرق، بس هو ترى مو حاد كتير، يعني انه نكهة الحدودية فيه. واذا ما بتحبوا نهائيا نكهة الحدودية بتقدروا تحطوا البابريكا، يعني بس كتير بيعطي الشلي طعمة طيبة للدجاج اللي هلا رح نقليه. وللتغليفة، تغليفة الدجاج، بنحتاج لكاس كبيرة من الطحين، وأربع معالق من النشا، ومعلقة من البيكنج باودر. أعزائي، بدنا نبدأ بالتتبيلة. بدنا أول شيء ننزل اللبن الزبادي، ومنضيف عليها الخردل، ومنضيف عليها كمان الخل، ومنضيف عليها البهارات اللي حكينا عليهم كلهم، منضيفه مع بعض، ونحرك هاي المكونات مع بعضها. طبعا لازم نضيف عليها الشيلي او الهوت صوص، تعطيها كتير طعمة طيبة، ومتبل فيهم صدورة الدجاج والبطاطا كمان. راح نضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من معجون البندورة. أعزائي، هلأ بنبدأ بطريقة العمل. بننزل قطع أصابع الدجاج، صدورة الدجاج، بصحن غميق شوي، وبننزل عليه نص الكمية، نص التتبيلة، ومنتبله مع بعض، والنص التاني رح نتركه للبطاطا. هلا بنتبلهم منيح وبنتركهم بالثلاجة تقريبا ساعة أو أكثر. انتو قد ما بتقدروا تحطوه بالثلاجة أحسن، حتى تتشرب النكهات كلها بقلب قطع الدجاج، وبتصير النكهة أكثر وأطيب. هلا ما تبقى من التتبيلة بنضيفها على البطاطا، وبنتبلها كمان بنفس الطريقة. ومثل ما قلت لكم بنغلفها بنايلون، وبنحطها بالثلاجة مدة ساعة او اكثر، وبعدين بنبدأ بالمرحلة او الخطوة اللي بعدها. اعزائي، دخلنا الدجاج والبطاطا بقلب الثلاجة، يعني صار لها تقريبا ساعة. بهالفترة بنعمل الصوصات والصلصات اللي بدنا نغمس فيها قطع الدجاج بعد ما بنقليها.
يعني حتى ما نروح الوقت تركنا هلا قطع الدجاج والبطاطا بالثلاجة وبنعمل هدول الصوصات بهالفترة هاي. عنا هون المكونات، هون عنا لبن تقريبا 3 معالق، وهون عنا المايونيز كمان 3 معالق، يعني يكونوا تقريبا المقادير متساوية. وهون عنا معلقة صغيرة من الزعتر البري الأوريجانو، وعنا خردل. هلا هدول بدنا نخلطهم مع بعضهم وبفرجيكم الطريقة. هلا بدنا نضيف المكونات بقلب الصحن، بنضيف عليهم المايونيز. قلت لكم هدول يكونوا المقادير متساوية، انتوا قد ما بدكم تقدروا تزيدوا الكمية. وبنضيف عليهم الزعتر البري، بنضيف عليهم شوي من الخردل. نخلطهم كل هالكميات والمقادير والمكونات مع بعض ونتركهم للتغميسة. خلصنا هاي التغميسة الأولى، فرجيناكم الطريقة كتير طلعت طيبة. هلأ هاي التغميسة الثانية عبارة عن كمان 3 معالق مايونيز وشوي من نص معلقة من دبس الرمان. كتير هاي كمان تغميسة طيبة، جربوها كتير رح تعجبكم. رح نضيف نص معلقة للمايونيز ونخلطهم مع بعض. أعزائي هاي التغميسات صاروا جاهزين، أو الصوصات هدول بدنا يعني نغمس فيهم قطع الدجاج والبطاطا. كتير صوصات طيبة وبنصحكم تجربوها. لتغليف قطع الدجاج والبطاطا بنحتاج كوب كبير من الطحين، ومنحتاج ل4 أو 5 معالق كبار من النشا، بنضيفهم فوق بعضهم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هاي النشا والبيكنج باودر كتير بيعطيها قرمشة للقطع الدجاج بعد ما بنقليهم. نخلطهم مع بعضهم، وهلأ بنجيب الدجاج بنغلف الدجاج بهال الطحين والنشا والبيكنج باودر مع بعض. أعزائي طلعنا قطع الدجاج والبطاطا من التلاجة، تركناه هون مدة ساعتين تقريبا حتى تشربت النكهات والصوص تشرب بقطع الدجاج. من هلأ بنحاول ننزل قطع الدجاج بالطحين اللي فرجيناكم اياه وقت اللي خلطناه مع النشا والبيكنج باودر. ناخذ القطع بننزلها بقلب قطع بقلب الطحين ومنتبلهم، نغلف القطع كتير منيح بالطحين تغليفة كاملة تكون. أعزائي لازم يعني يخلطوا كتير منيح بالطحين، وبعدين بنقيم القطع اللي تغلفت بالطحين كتير منيح بنقيمها وبنحطها بمصفاي، بننفضها من الطحين الزايد بنحطهم بالمصفاي، وبعدين بنحط القطع الباقية. بنفضهم يعني كتير منيح من الطحين. أعزائي بعد ما غلفنا القطع الدجاج كتير منيح بالطحين والنشا، هلأ بناخد حطيناها بالمصفاي، بناخد المصفاي ومننزلها بالمي العادية، يعني مي
عادي، مو لا سخنة ولا باردة، من الحنفية، بنغطن هيك شوي وبنرجع نشيلها، ومن نرجع نضيفها مرة تاني للطحين. هاي الحركة كتير ضرورية، بتعملوا مثل بتاكلون عند الكي اف سي تماما. بنضيفهم هون مرة تانية، بنرجعهم وبنقلبهم بالطحين مرة تانية، عم نقلبهم بالطحين كلهم مرة تانية، يعني ياخدوا كمان طبقة تانية من الطحين. نغلفهم كتير منيح مثل التغليف الأولى تماما. عم نقلبهم كتير منيح بالطحين. انا كمان زدت طحين كمان لانه نقص، لازم كتير يتغلغلوا بقلب الطحين، فبتحتاجوا طحين كمان. اذا لقيتوا الطحين نقص عليكم بتكون تضيفوا كمان طحين وشوية نشا، وبتغربلون هيك مع بعضهم، وبتاخدوا القطعة قطعة يعني ورا ما بتغربلت بالطحين منيح، بتصفوها بتحطوها بصحن نظيف لحين القلي. لازم يكون الزيت كمان ساخن مقدما. هلا انا حطيت المقلاي على النار حتى يكون الزيت ساخن، وفورا نقليهم. اعزائي، والبطاطا كمان بنعملها بنفس الطريقه اللي فرجيتكم اياها، يعني بنغربلها بالطحين منيح وبعدين بنغطى بالمي، بس هيك بننزلها ونرفعها فورا، وبنرجع بنحطها بالطحين مره تاني، وبنرجع بنقليهم بعد قطع الدجاج. زي هذا زيت ساخن حاطي على درجة حرارة متوسطة حتى يستوي الدجاج كتير منيح. بننزل القطع بقلب الزيت الساخن، وبعدها بننزل البطاطا اللي عملناها بنفس الطريقة. بهالاثناء لبين ما تتقلى قطع الدجاج اللي حطيناها بالمقلاي، راح افرجيكم كيف بنعمل البطاطا. انا قلت لكم يعني هي نفس الطريقه، بس راح اعمل جزء منها قدامكم حتى تشوفوا، يعني تنعاد عليكم الطريقه على المظبوط. بنقلب مثلا هدول بالطحين كتير منيح، بنحطه بالمصفاي وبننزلهم بقلب المي العادية، يعني لا باردة ولا سخنة، المي العادية من الحنفية. هلا بنحطه بقلب المي، بنغطى بقلب المي شوي، بنرجع بنحطه بقلب الطحين مرة تانية. نزلناهم بقلب الطحين مرة تانية، بنغلفهم منيح كمان بالطحين، وبيكونوا حاضرين وجاهزين للتقلاي. أعزائي، هدول قطع الدجاج استووا، تركتن على نار متوسطة الحرارة حتى يستوي قلبهم كتير منيح، لكم أحلاهم مثل قطع كنتاكي بالضبط أو كي اف سي، مقرمشين وطيبين. هاي الطريقة الوحيدة اللي بتخلي القطع يطلعوا بهالقرمشة. هلا بنحط القطع الباقية. لكم أعزائي، ما أحلاهم، صاروا مقرمشين وكتير غلافهم مشهي وطيب. عينا طريقة الكي اف سي بالضبط، لحتى في مرات بتلاقوا في قطعة صغيرة بتكون هاي مثل هاي مثلا، بتكون هذا الطحين متبلل بالماء وهيك صاير،
فهي هي الطريقة الأصلية تبعت الكي اف سي، أنا عم بعملكم إياها بأسهل وأسرع طريقة. وهي البطاطا عملناها قدامكم كمان بنفس الطريقة تبعت قطع الدجاج، بدنا كمان نقليها بالزيت الغزير والساخن على درجة متوسطة من الحرارة. وبنقدر بنفس الطريقة كمان نعمل الباذنجان، وحتى بنقدر نعمل القرنبيط الزهرة كمان تطلع كتير طيبة. يعني الباذنجان بهالطريقة رح يطلع كتير طيب، يا ريت تجربوها لهالطريقة، بنصحكم تجربوها والله ما رح تتندموا. نعملها بنفس الطريقة، بنحطها بالتتبيلة وبعدين بنحطها بنغلفها بالطحين والنشا وبعدين بنحطها بالمي مثل ما فرجيناكم، وبعدين بنرجعها مرة تانية للطحين. فطريقة كتير طيبة وكتير رح يعجبكم طعم الباذنجان بهالشكل وبهالخطوات اللي أنا عم بعملها قدامكم. عم نشيل البطاطا، هي آخر وجبة، بنحطها كمان بورق المطبخ، وبعدين بننزل قطع الباذنجان اللي فرجيناكم إياها مسبقا. هلا بننزل قطع الباذنجان، غلفناهم بنفس التغليفة اللي فرجيناكم إياها، كتير رح يطلع طيب، رح يعجبكم كتير، يا ريت تجربوه. يعني كتير رح يعجبكم الباذنجان بهالطريقة، وحتى القرنبيط مثل ما قلت لكم أو الزهرة كتير رح يطلع طيب بهالتغميسي وهالتتبيلي وهالتغليفة اللي عملناها قدامكم. أعزائي هي وصفتنا لليوم صارت جاهزة، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، كتير وصفة طيبة وكتير يعني الأطفال والكبار والعيلة كلها بتحب هالنوع من الأكلات مثل اللي بتشبه الكي اف سي، والأطفال كتير بحبوا البطاطا هي بتكون مقرمشة، يعني كتير رح تعجبهم. انا راح افرجيكم كمان قطعه، افتح لكم اياها من النص، افرجيكم قديش مستويه، ليكم احلاها كتير مستويه، والغلاف ما كتير سميك كتير طيبه، وراح نحطها بالتغميسات اللي عملناها، هاي كمان كتير طيبه هالتغميسات، يا ريت تجربوها، راح ادوقها قدامكم. والله طيبة رائعة رائعة بالطعم بالتكستشر، كتير طيبة ومقرمشة. هاي البطاطا كمان كتير مستوية وكتير طيبة، وهاي الباذنجان كمان راح سما قدامكم كم احلاها، دايبي دوب الباذنجان مستوية كتير منيح وكتير طيبة. ان شاء الله يا رب يا اعزائي تكون عجبتكم طريقتي مع التغميسات اللي فرجيتكم اياها، وان شاء الله يكون هالوصفة حبيتوها، وان شاء الله بنلتقي دائما على الخير والفرح، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.